السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. وكي داير عندكم الجو؟ راح نرجع لنا عاوتاني سخون الحال. على داكشي درنا هاد الخرجه هنايا للطبيعه فون بغيشي، ومن بعد نمشيو لواحد المحل نتاع العرب كيبيع داكشي نتاع المواعن والديكورات عاوتاني عنده شويه. خليكم على الفيديو باش تفرجوا. بما ان البحر بعيد علينا خصنا 100 كيلومتر باش نمشيو حتى للبحر، على داكشي كنفضلوا هكا نمشيو نديرو خرجات هكا لي بارك، خاصه لي بارك اللي كيكونوا على لي ريفيير هكا كيكونوا زوينين. بحال هذا عندهم تماك عاوتاني دوك لي يوت كيكريوهم الا بغيتي ديري دوره في لا كانال هكا. ومهم المناظر عاوتاني زوينه، الواحد على الاقل يمشي غير يجلس يتهوى ويتشمس. وكاينين عاوتاني بزاف اللي كيديروا السبورت تماك بحال لا مارش هكا ولا كيجريو، وكيديروا تماك لي بيسيكليت، وكاينين اللي كيديروا البيكنيك كيجلسوا تماك مع بعضياتهم كيديروا البيكنيك. وسبحان الله حيت كيسخن الحال هكا يعني الواحد كيجي الحنين للبلاد وباش يمشي، وخاصه الصيف دابا اقترب ما بقى ليه والو، الحدود بقى مسدوده. ايوا ما عرفت شنو غيوقع، واش غيحلو ولا لا، ان شاء الله يكون اللي فيه الخير. شكون منكم اللي الا حلو الحدود غتمشي لبلادها واخا مع هاد الحاله؟ راه كاينه واحد الطريق منا وطريق من الجهه الاخرى كيتمشاو تماك الناس كيديروا البيسيكليت. راه كما كتشوفوا في الجهه الاخرى كيبانوا تماك الناس ولاني بعادين شي شويه. راه هاد البارك سميتو بارك دو شاتو دو روبيرساخ، وكاين فوان بغيشي. هاد البارك المهم كيستاهل الزياره، راه الواحد كيرتاح تماك. ومع داك الطريق كنتمشاو لقينا هاد البلاصه، سبحان الله مش حزينه تقولوا، راه نجلس تماك ونبقى غير نتمنظر في داك النافوره والجمال نتاع الطبيعه سبحان الله. وهاد لي باطو من وسائل النقل اللي كيتستعملوا هكا بين دول نتاع اوروبا، خاصه بين هولندا بلجيكا وفرنسا كيتستعملوا بزاف، وعندهم محطات فين كيوقفوا كيشارجيو تماك وكيديشارجيو. وحيت كبارين كيديو بزاف نتاع السلعه وعمليين عاوتاني. بحال داك الباطو دابا راه حتى داك الطوموبيله يمكن راه بقات اون بان في شي بلاصه ولا في شي دوله اخرى، وفي بلاصه يعني ما يديها ديباناج ويجيبها طقم غاليه كيفضلوا هكا لي باطو يديوهم في لي باطو، يعني كتجي رخيصه شي شويه على ديباناج الاخر. وهذه هي البليه نتاع العيالات، واخا خرجوا يتساروا وفين ما مشاو اوبليج من المحل نتاع المواعن. ولينا هذا المحل كنا مشينا ليه كيتواجد مهم فوا دخولو كيبيع حتى المواد الغذائيه، ويلا حل دابا كيبيع الحوت، وكنا مشينا باش نديو الحوت. وعنده هذا المحل اخر حداه كيبيع هكا المواعن، على داكشي قلت نمشي ندخل ونشوف شنو عنده، واش عنده شي جديد ولا شي حاجه، حيت من شحال هادي ما مشيت ليه على داكشي. المهم عنده الحويجات هكا، ولاني خصو غير شويه نتاع التنظيم وصافي. بزاف نتاع الحوايج ما فيهمش يعني الثمن، على داكشي خص كل خطره يعني تسولي. ولاني كانت تماك واحد يعني كينظم هكا كيدير لي زيتيكيت، ولاني ما بزاف نتاع الحوايج بقاو هكا بلا ثمن. المهم بحال كتشوفوا داك الكيسان عندهم بزاف تاع لي موديل والاثمنه كتختلف. وعندو هاد الطباسل اللي كيمشيو بستة بثلاثة اورو، وعندو بزاف تاع لي موديل هادوك اللي غيبانو كلشي ثمن واحد ثلاثة اورو لستة. هادوك اللي كيبانو 3.50 والباكيه فيها 4.
لي موديل اللي كيبانو صغيورين هكا التحليه، المهم عنده بزاف نتاع لي موديل، الاثمنه كتختلفوا لين يعني هكاك بين اورو، كاينين 2 اورو، كاينين 3 اورو، 3 اورو 50 ماكسيموم هكاك 3 اورو 50. هادو كيجيو زويونين هكا للتحليه صغيورين شي شويه، يعني الاستعمال اليومي هكا، وعاوتاني حتى للتحليه كيجيو زويونين. هادو كبارين هكا السموثي العصير ولا حتى التحلية عاوتاني، يعني غير كبارين وصافي. 3 اورو 50 ل6 واقيلا هادوك. هاد لي صالادي كيديرو 2 اورو، فيهم بزاف نتاع لي موديل هكا كيما كتشوفو، كلشي ب2 اورو. هاد بصل مربعين 3 اورو ل6. هادو ريكتانجل طوالين اورو الواحد، كيمشيو هكا بالبيسة هادوك. هادوك 5 اورو 50 ل6 اكثر، يعني المهم الا شفت الثمن يعني شويه زايد يعني ب6 ماشي الواحد. هاد البواطات نتاع الزاج كيتسدو 4 اورو 90، دارو فيهم 400 سنتيلتر، ولينين لا كبارين ماشي 400 كتر. وهاد الطناجر نتاع الزاج وهاديك الاولانيه البيضه نتاع البديع زويونين حتى هادو، 10 اورو كلشي كيديرو فيهم، كل وحده العبر نتاعها. وهاد لي كلوش عاوتاني زويونين حتى هادو، فنيونين صغيورين هكاك، 5 اورو الوحده كتباع هادو. وعندو الطباسل عاوتاني بحال هادو صغارين كيديرو 2 اورو الواحد، وبنفس الموديل عندو الكبارين واقيلا 7 اورو 50 كبارين هادو، كيجيو واقيلا 7 اورو 50 معقلتش على التمن نيشان. وعندو هادوك البويض عاوتاني كبارين 8 اورو 50 واقيلا هادو، عفوا 8 اورو 90، كنت باقي ما شفتش التمن على داكشي. وعندو هاو التاني هاد الطوالين، عندو بزاف نتاع لي موديل مهم. وعندو هاد السيرفيس نتاع الحريرة 20 اورو، كيمشي مع داك السوبيرا و6 نتاع ليطاس. وعندو عاوتاني ليطاس بوحدهم كيتباعو ب80 سنتيم الوحدة. وهاد الكيسان عاوتاني صغيورين هكا 20 سنتيم الواحد، يعني 5 باورو. حيت كيكونوا صغيورين هكا يعني كيكونوا مزيونين هكا للتحليه، كيجيو فنيونين هكا ديري فيهم التحليه.
وهذوك الكيسان العبر نتاعهم قد الكيسان نتاع اتاي، وعندهم داك اليد يعني الاكثر يمكن يستعملوها هكا الاتاي وصافي، ماشي القهوه حيت صغارين القهوه، غير هذوك اللي كيستعملوا يعني القهوه كحله ولا شي حاجه يقدروا يستعملوهم. يعني دابا كل واحد كي كيستعمل الحاجه على داك الشيء، وكيديروا ليهم 3 اورو الباكيه اللي فيها 6، و5 اورو الا شريتي 2 باكيات. وفيهم عاوتاني لي موديل بزاف، لي موتيف يعني كيختلفوا في لي موتيف اللي فيهم في داك الزواق اللي فيهم بزاف نتاع لي موديل. وهاد الطنجره بحال هذيك اللي من قبل، ولكن هادي صغيره شي شويه، والثمن نتاعها ما عرفتش حيت ما مكتوبش فيها على داك الشيء، ما عرفتش وما سولتش. دعاو تاني هاد التويجينات اللي نتاع الزاج كيديروا اورو 50 الوحده. وعنده بزاف نتاع لي موديل من هاد لي بلاطو، وكل حاجه والثمن تاعها، وفيهم لارجونتي وفيهم الدوري. هادو كيعملوا 11 اورو الوحده، وكاينين ديك البراد، داك البراد كيعمل 25 اورو وفيه لي موديل. لقيت عنده هاد الصنادق هكا اللي كتستعملوها كفدفو ولا في شي عرس كيديروا، ولا الديكور عاوتاني كيديروهم في الصالونات هكا عاوتاني كيحطوهم ديكور. وحيت بقاو لي غير 3 وصافي دار ليهم 10 اورو، بحال هاد 10 اورو زويونين يعني بثمن رخاصين. وهذا بقى في بلاستيك نتاعو 10 اورو حتى، هذا غير هذا صغير شويه على داك الاخر على داك الصفر. وكاين واحد اخر هذا اللي في الابيض صغير و5 اورو هذاك.